السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حديثنا اليوم بإذن الله تعالى عن طريقة بيع العقار على المشاع، وده بيكون بدون موافقة الورثة. فهل يصح بيع العقار على المشاع بدون موافقة الورثة؟ المشاع، ما هو المشاع؟ المشاع هو امتلاك شخص أو أكثر أو حق انتفاع. البيع بيكون صحيح في حالات وباطل في حالات أخرى. إحنا لو جينا اتكلمنا عن إن لكل وريث حق في نصيب في بيت معين او في ارض معينه، وبتختلف الانصبه من شخص لاخر. لو تم البيع بدون ابلاغ باقي الورثه بيكون البيع صحيح وليس لهم حق الاعتراض، لكن الاعتراض بيبقى على حق الشفعه، ان هم اولى بان هم يشتروا من الغريب. لكن نفترض ان في مجموعه نصيبهم 3/4 البيت، 3/4 المنزل او الارض. طيب دول من حقهم ان هم يبيعوا؟ اه، من حقهم ان هم يبيعوا. طب من حق باقي الورثه ان هم يعترضوا؟ بيعترضوا بان هم بيلجأوا للمحكمه علشان يعرفوا هل البيع تم ازاي؟ البيع تم ازاي؟ هل في سعر البيع مطابق لسعر السوق ولا لا؟ الاجراءات صحيحه ولا لا؟ لازم يعرفوا. فلازم الثلاث ارباع الورثه اللي ليهم ثلاث ارباع النصيب لازم يبلغوا الربع ويخطروه بكيفيه البيع وثمن البيع وهل البيع مطابق لسعر السوق ام لا. فالحالات دي مهمه جدا جدا، وبيلجأوا للمحكمه، والمحكمه بتفصل في الامر وبتحدد هل الاعتراض ده صحيح ام غير صحيح. فكل دوت بيترك لهيئه المحكمه، هي اللي بتقرر الامر. وانتظروني باذن الله تعالى في القريب العاجل، لكم مني كل التقدير والاحترام. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.